اخبارك ايه؟ وحشتني قوي. ايه انت نسيتني ولا ايه؟ وده معقول برضو؟ لا، كام يوم كده، في شوية شغل محتاجين وجودي كام يوم. انت ازيك وعامله ايه؟ انا وحشه قوي من غيرك، وهفضل وحشه طول ما انت ما بتجيش البيت. انت هتيجي امتى بقى؟ يومين بالكتير. طب قولي مين معاك؟ معايا القمر والنجوم والوجه الحسن، وجه عم غنيم. عندك اعتراض يا نون؟ اطمني يا نون. لا يا حبيبي، ما انا مطمنه، ما انت عارف ان انا بثق فيك، بس بغير عليك بقى، بحبك. طب ما تتاخرش عشان انت وحشتني قوي. تصبح على خير. مبروك يا نورة يا حبيبتي، ألف مبروك. ميرسي يا سمر، عقبالك. ما افتكرش يا نورة، أنا مش قادرة أتصور نفسي مع حد غير خالد. صعبة جدا. مين عارف، مش يمكن يكون خالد برضو. بقولك ايه، تعالي دلوقتي نروح لناني عشان نشوف أخبار الفستان ايه. اوكي. يس مدام. انا خارجه دلوقتي، لو حد سال عليا مش هتاخر. اوكي مدام. شوفي الباب من فضلك. جود نايت جلده. ويلكم سمر. اهلا يا ناني، ازيك؟ ازيك يا سمر؟ وحشتيني. انت كمان. اقدم لك نوره بنت عمتي. اهلا. ازيك يا نوره؟ ازيك يا ناني؟ معلش احنا جينا فجاه كده من غير ميعاد. يا خبر ابيض، ما تقولوش كده، ده البيت بيتكم. انت كنت خارجه ولا حاجه؟ لا ابدا مش خارجه ولا حاجه. اتفضل. ميرسي. اقعدوا استريحوا. لا لا لا، احنا بس جايين لك في استشاره فنيه من المانيكان الجميل. قوي قوي تحت امركم. نوره هتتخطب وعايزين اسم احسن محل بيبيع فساتين خطوبه. الف مبروك يا نوره. الله يبارك فيكي. مالك يا ناني، في حاجه مضايقاكي؟ لا مفيش حاجه. ثانيه واحده، انا هديكوا كارت بتاعي، تروح العنوان ده، صاحب المحل هيتواصل بيكوا قوي قوي، واسعاره تجنن. الفستان مش هيزيد سعره عن 3-4 آلاف جنيه. بس ده رخيص جدا. ميرسي قوي. العفو على ايه، مش هتشربوا حاجه؟ لا معلش احنا لازم نمشي. يلا باي باي. باي باي. كفايه يا اميره، انا مش قادره يا حبيبتي. الهي يسترها معاكي ويرزقك بابن الحلال اللي يريح قلبك يا بنتي. الشهادة الأول يا ماما، بكيوس في نوم جميل. أختك بقالها مدة ولا بتجي ولا بتسأل، أنا قلقانة عليها قوي. ازيك يا أميرة؟ وحشتيني. عاملة إيه؟ الحمد لله. كنت فين؟ كنت في الدنيا. ماما فين؟ جوه. ماما. اهلا نوال. سلامتك يا حبيبتي. سلامتك، الف سلامه. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استغرب. كنت لسه بفكر فيكي. بجد يا ماما كنت بتفكري فيا؟ امال يا بنتي، مش بنتي وحبيبتي مهما عملتي؟ يعني خلاص يا ماما، مش زعلانه مني؟ مش زعلانه منك، بس انت هتفضلي عايشه في الكدبه دي؟ كده مش كويس يا حبيبتي. انا عارفه يا ماما انا مش كويس يا بنتي. الدنيا مش مستاهله ده كله. بس خلاص فات اواني الكلام ده. ما فاتش ولا حاجه، انت لسه صغيره يا ماما. صدقيني ما ينفعش. خلاص انا جاي النهارده عشان اطمن عليكي. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. هاتي حاجه لاختك تشربها يا اميره. حاضر يا ماما. ماما طول ما بتبقي زعلانه مني بحس ان الدنيا مظلمه في وشي قوي. يا بنتي انا خايفه عليكي ونفسي اطمن عليكي قبل ما اموت. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. مالك يا نوال، انت مش عاجباني يا حبيبتي، وشك مقطوف. وشي ده انا مخبيها بالمكياج يا ماما. ده انا وشي تعبان قوي لاني ما بنامش خالص. في مشاكل بينك وبين جوزك يا بنتي؟ بين جوزي وبين نفسي وبين الدنيا كلها. انا تعبانه قوي. ده انا كل ما بحط راسي على المخده وعيني تغفل شويه كل احلامي تبقى كوابيس. حبيبتي يا بنتي ربنا يطمني عليكي ويكفيكي شر المستخبي. الشياكة دي يا عبد الحميد، اللي يشوفك يقول ان انت العريس. مال شباب وحيوية،
امال زي اولادي اليومين دول معجزين قبل الاوان. فين نورا؟ بتلبس. تلبس؟ دي بقى لها ساعه. مش عروسه بقى، ربنا يسعدها. كان نفسي قوي هاني يبقى معانا النهارده. عندك حق والله يا زينب. يظهر جم. اروح لو جبت السيره دي. انا بقول لك اهو انا جاي ابارك وامشي على طول. امال فين العروسه؟ جايه حد يا نورا. اهلا. ده ايه القمر ده كله؟ وايه الفساتين الجميله دي؟ على فكره موضب لي جنوه بقى للفرح، هتكسر الدنيا. هقول لك حته منها. انا جاي اهني واغني باحساس. الليله فرح القرد عن السناس. ايه الاغنيه دي يا خالد؟ ايه دي؟ هتكسر الدنيا، هتغرق السوق كله. هو يوسف مش جاي ولا ايه؟ الله، هو انا مش مكفيك ولا ايه؟ لا والله ما اقصدش يا اخويا. زينب كانت عايزه اخوها الوزير يجي علشان اهل العريس يقولوا نسبنا الحكومه وابننا اتجوز بنت اخت الوزير. ما تقلقوش خالص، يوسف جاي ده مصمم ان هو يحضر. اجيب فازه نحط فيها الورد ده ولا ايه؟ لا انا هوضبه بمعرفتي. ده ما ايه الوجاهه دي يا عم؟ ايه ده؟ ايه الشياكه دي؟ وايه البرفانات دي كلها؟ دي ريحه المناسبات. انا بقول برضه ما شمتهاش من يمكن 25 سنه. ايوه عندك حق، ما انا حطيتها في يوم جوازي وعيد ميلاد زينب وعيد ميلادي والنهارده. الله يبقوا خمس مرات. ما تفتحوا لنا التلفزيون يا جماعه، النهارده ماتش السوبر. لا في عرضك، بلاش النهارده يا عبد الحميد. انتوا هتفضلوا تتناقشوا كده وتسيبوني من غير ما اكل حاجه؟ هو انت ما تعرفش تبقى جد ابدا؟ ما كفايه جد، واحد جاي ياخد بنتكم انتوا عارفين تتفرجوا. بينهم هم. خشي يا نورا جوه، خشي جوه. اهلا وسهلا، اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. سلام. اهلا وسهلا. انا اسمي شرفتوا. اهلا وسهلا. احنا اللي شرفنا بيك يا سعاده الباشا الوزير. لا الوزير يبقى اخويا. حضرتك شبهه تمام. برضه هو اللي شبهي. ده ابن مصطفى. طبعا. اتفضلوا. شكرا. اتفضل يا حاج. اتفضل يا زينب. اتفضلوا. اطمنوا، انا هجيب لكم كل حقوقكم منها، بس زي ما اتفقنا نسبتي محفوظه ومن غير شوشره. بالعكس انا بحب مامي قوي. مامي مين؟ مامي ناني. ما دام اتجوزت بابي تبقى مامي. احنا دلوقتي جايين هنا في مهمه محدده، اظن ان مفيش داعي للكلام الفاضي ده. شي سو بيوتيفول، حلو قوي جو. مساء الخير. مساء النور. Hi Joe. Hi Nini. How are you? Fine, thank you. أهلا تفضلي. أهلا وسهلا، اتفضلي. جبت فلوس زي ما اتفقنا، رغم إن أنا شايفة إن مش من حقهم المبلغ ده خالص. دول جايين يقولوا إنهم عرفوا إن عاصم بيه سايب لهم ثروة كبيرة ومش موافقين على أقل من 2 مليون. 2 مليون؟ ده أنت طمعتهم فيا بقى يا أستاذ ضيا. مدام ناني، اعتبريني مش موجود خالص وتصرفي معاهم زي ما انت عايزه. يا جماعه من الاخر انا مش هدفع لكم ولا مليم زياده، انا جايبه لكم الفلوس كاش وسالفاها من ناس قرايبي. ولعلمكم بقى ابوكم ما سابليش ولا مليم، انا بدفع المبلغ ده عشان ما يحصليش مشاكل بيني وبين جوزي. مادام مش عايزه مشاكل ادفعي، اتصرفي. سوري، مش هدفع لكم ولا مليم زياده. ويا ريت بقى يا استاذ ضيا تعملي ورقه بينهم اخذوا كل مراسهم في حق ابوهم وتخلصني من المشكلة دي وفي أسرع وقت. باي باي. باي مامي، هبقى أعدي عليكي. مامي، I'm not your mother. I'm your stepmother. مدام ناني، يا ريت بس بعد إذن حضرتك تديني شوية وقت أتشاور معهم وأبلغ سيادتك. يا ريت. أنا خدت معايا الفلوس لغاية ما تخلصني من المشكلة دي، عن إذنك. مع السلامة.
بس يا مصطفى مفيش جواز قبل ما تشتغل وتلاقي الشقة. اه الاصول كده طبعا. الشقة دي مهمة جدا، واهم حاجة في الشقة المطبخ. ربنا يسهل. على العموم احنا اتشرفنا بنسبكم الطيب. مصطفى ابني كمان انسان محترم، انا ربيته على الصدق والامانة والاعتماد على النفس. صح صح. يوسف قالي يعرفه، قالي شاب ممتاز. ايوه بس لو كل واحد اعتمد على نفسه من الشباب يبقى محدش منهم دلوقتي هيتجوز، لازم الابهات تساعد. ما هو مصطفى برضو لما يشتغل ان شاء الله ربنا هيفتح عليه. ان شاء الله يكون. ضروري ضروري جدا. على العموم احنا نقرا الفاتحه ان ربنا يوفقهم ويسعدهم، واحنا تحت امركم في كل طلباتكم. الفاتحه يا جماعه. ايوه بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. ألف مبروك يا ولادي. ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيكم. مبروك. تشيك. تحت أمرك. مساء الخير يا نبيلة. مساء الخير يا يوسف. طبعا حضرتك نسيت انه عريس نورة النهارده كان هيروح لهم واحنا كان المفروض نكون موجودين. فعلا عندك حق، نسيت خالص. بس اعمل ايه، الشغل النهارده كان كتير جدا. حد ينسى حاجه مهمه زي دي؟ عندك حق، انا لازم اعتذر لها بنفسي. معلش اعذريني. انا عذرك يا حبيبي، انا عارفه ان انت مشغول، لكن لازم تاخد بالك من نفسك، انت بترهق نفسك زياده عن اللزوم. انت عندك حق، انا متاسف جدا. انتوا حقيقي بتوحشوني، بس انا مش عايز الفتره دي تاثر عليكم بالشكل ده. قولي لي، رؤوف راح لزينب؟ اه طبعا راح، هو كان مندوب عننا كلنا وكلمني بالتليفون وقال لي انه العريس ممتاز. فعلا الولد مثقف جدا، انا اعرفه كويس. قولي بقى، انت اتعشيت؟ انا ما حبيتش اتعشى لوحدي، قلت استناك. هتصدقيني لو قلت لك ان انا مش فاكر، بس مع ذلك عشان خاطرك مستعد اتعشى تاني. يا حبيبي. كان يوم مرهق جدا النهارده. ربنا يقويك. عندك اجتماعات كتير قوي. انا عامله لك عشاء خفيف. هاي بلمس حلمت بك تنورين بنور وجهك ظلمة أيامي، وتمدين يدك نحوي، وفي عينيك نظرة شوق وعتاب، تحومين حولي كالفراشة الجميلة ثم تطيرين بعيدا، وأنا أحاول اللحاق بك، وغصنا تحت الماء وحلقنا في السماء وهبطنا فوق الأرض. وعندما صحوت وليتني لم أصحو، شعرت بمرارة ووحشة، أشتاق إليك بدونك لا حياة، سأظل أنتظر طيفك حتى آخر العمر. المخلص خالد. الو، اهلا اهلا يا زاهر بيه، ازاي صحة حضرتك؟ لا معلش انا اسفه خالص، لا مش هقدر اتجوز حضرتك، اصل الولاد وحشوني وهروح اعيش معاهم هناك. لا ابدا، مش عبد الحميد السبب ولا حاجه. اصل ما اتجوزتش بعد المرحوم على طول، هتجوز دلوقتي. معلش، ربنا يعوضك بواحده احسن مني، ولو انك هتتعب جدا مش هتلاقي. الف سلامه. منك لله يا عبد الحميد. اتفضل. خير يا دكتور؟ انا بعمل لك تحليل المره الثانيه. مش عارف اقول لك ايه، لكن للاسف. للاسف؟ اوعى تقول لي انا مش هخلف تاني. للاسف يا مدام، الحمل شبه مستحيل. يعني
مفيش أي حل في الموضوع ده؟ الأمل في وجه الله، لكن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. لكن اللي أنا أقدر أقول لك علميا، الموضوع صعب جدا. حرمتني وعاقبتني وانا اللي بايدي ضيعت امل مدحت في طفل وقتلت ارواح بريئه. مدحت لو عرف ممكن يسيبني يضيع مني. يا رب سامحني واغفر لي، انا عارفه اني غلطت، غلطت والشيطان هزمني. يا رب يا رب. انت مين؟ انا انت عاد سيف الدين، راجل المبادئ والاخلاق. اوعى تقول لي انك انت كمان تعبان وقلقان وعايز تعرف مصيرك هيبقى ايه. ايوه، اصل انا حاسس ان مصيري مؤلم ومظلم. ازاي اذا كنت انت نقطه الضوء الوحيده في الروايه؟ هو ده اللي مخوفني. ارجوك، انا مش عايز النهايه الواقعيه احباط، يا اما ياس يا جنون. ما شاء الله ما شاء الله، خلاص بقيتوا كلكم مؤلفين. حب افهمك ان الكاتب الفاشل هو اللي ممكن تعرف مصير شخصياته من اول روايه. الفن الحقيقي بيعتمد على الصدمه والدهشه. بس يا ريت ترجع لنا بسرعه، شكلك تعبان. فعلا فعلا انا تعبان، تعبان لاني عايش بعيد عنكم. اعوذ بالله. انا عايز افهم انت ليه مش طايقني، مع ان انت اللي عاملني. انت اللي عملت نفسك، انا بقابلك كل يوم وعارف العيبك كويس قوي. بس انا عارف النهايه السعيده كويس، ملايين، طياره وعلى بره، والعقد جاهز هناك، والحساب فيه فلوس بكل العملات، زي غيري يا اخي. ولا انت بقى ليك راي تاني؟ انا بكرهك، غور من وشي. خلي المبادئ تنفعك انت والاستاذ عادل بتاعك، شلها يا مبادئ. نادر، وحشتني قوي يا نادر. خليتني هاجر ليه؟ انا كنت بحب مصر ومش عايز اسيبها. مش جايز لما تهاجر توحشك تقوم تحبها اكتر من الاول. انت عارف اني وانا بقيت بتعذب، يومي بألف سنه، عمري بيمر قدام عينيا وانا مش حاسس باي سعاده ولا باي شيء. عارف عارف، هي تجربه صعبه بس ممكن تتعلم منها حاجات كتير. والمصير؟ انا نفسي مش عارف مصيرك هيبقى ايه. ولا مصير انا كمان. سيما؟ ايوه سيما، عن اذنك ما عنديش وقت اضيعه معاك. وحشتيني يا سيما. هترجعني مصر امتى؟ واخرتها معاك. مش هتزود لي دوري شويه؟ ايه يا يوسف؟ مالك يا حبيبي؟ ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ احنا بقينا الفجر. كنت قاعد مع جماعه اصحابي وحشوني، ما كتبتش عنهم من زمان. ده صوت ضميرك يا يوسف، انت بتتنفس وبتعبر عن اللي جواك من خلال شخصيات اللي في رواياتك.
لازم ترجع للكتابة تاني يا يوسف. يا ترى يا عرفان اللي انت عملته ده كان صح ولا غلط؟ أكيد غلط، لأن اللي يحب حد ما يزوجش، وانت بتحب الاتنين، برغم كل ده انت بتحب الاتنين، علشان كده انت ملكش مكان هنا، لازم تبعد، لازم. قولي حاجة يا هنا بدل ما انت ساكتة، فين إصرارك وحماسك بتاع زمان؟ انت أكيد مخبية عليا حاجة. أنا؟ لا أبدا. أنا حاسة إن مفيش وضوح، كل ما أكلمك أو أقولك على فكرة أو اقتراح تمكننا منه بحس إنك بتصهيني ولا كأنك سمعت أي حاجة. أنا فعلا محبطة جدا وحاسة كده إن جايز أكون غلطانة. غلطانة؟ بعد كل اللي شفتيه وسمعتيه هنا بتقولي غلطانة؟ كريم لازم نتأكد من اللي احنا بنعمله ده، مش عايزين نظلم حد معانا. الغلط مش عليك يا هنا، انا غلطان ان انا وثقت فيكي. انا فعلا متلخبطه جدا ومش عارفه انا بعمل ايه، ارجوك اديني وقتي. اديك وقت ليه يا هنا؟ احنا المفروض خلاص قربنا ننتهي. معلش انا تعبانه ولازم اروح. طب اوصلك يا هنا؟ لا خليك انت، انا محتاجه ابقى لوحدي شويه عن اذنك. اتفضلي النسكافيه البلاك. ميرسي. عايزه ايه سنة؟ انا كنت عايزه اقول تقولي ايه؟ خلصيني، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول يا ست هانم ان انت حالك متشقلب كده والبيت غريب، وحد عامل لك عمل مخلي جوزك دايما هاجج من البيت مش عايز يقعد معاكي. كلام الفراغ اللي انت بتقوليه، انت جننتي يا ست هانم. انا اعرف واحد شيخ سره باتا ومعايا نمره التليفون وممكن اكلمه لك يجي فورا. الراجل دوت ما بيطلعش اسرار العملاء بره ابدا، ممكن يجي ويشوفنا البيت فيه ايه. امشي مش عايزه اشوف وشك، امشي من هنا. على المهم ده، ما انا قلت لك وعملت اللي عليا ومعايا نمره التليفون، ولما تعوزي فكري. قلت لك امشي من هنا، مش عايزه اشوف وشك. حاضر يا مدام. ايه الجنان ده اللي انا فيه ده؟ انا سعيده جدا براي حضرتك ده، بس انا مش هقدر اسلمك قبل الميعاد اللي اتفقنا عليه علشان الشغل يطلع كويس. اوكي مع السلامة. اهلا اهلا يا بزرس. اهلا يا راؤوف، ازيك؟ ضحكتيني. ازيك يا راؤوف، عامل ايه؟ الحمد لله. انا قلت انت سافرت خلاص. معقولة ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش اسافر من غير ما اشوفك. قولي لي جوزك عامل معاك ايه؟ والله يا راؤوف انا ما عارفه اعمل ايه مع بني ادم، انا بفكر اسيب مصر واسافر خالص. ايه بس؟ عمل ايه تاني؟ جه هنا وهددني انه يرفع قضيه ضم وياخد البنت، وطبعا هو مش حريص على سهير ولا عايز يتحمل اي مسؤوليه. والله ما عارفه اعمل ايه يا رؤوف، انا بفكر اديله اي قرشين واخلص منه وخلاص. مش هتخلصي منه، كل يوم وتاني هينطلك، ده اصله رزل. انا زهقت يا رؤوف، ما تنساش انه ممكن يعمل اي حاجه تخليني اكره حياتي واتمنى الموت. بعد الشر عليك يا بوسبوس، ما تقوليش كده. لو خد سهير مني انا ممكن اموت، انا عايشه في الدنيا دي عشانها يا رؤوف، ده انا بشوف الدنيا كلها بعينيها. ما تبقيش متسامه قوي كده، مش هيقدر يعمل لك اي حاجه، ده بيهوش. يا رب يا رؤوف. ما تخافيش وراك رجاله. عن اذنك بقى. رايح فين؟ عندي مشوار مهم جنبك هنا، حابه اتصل بيك. سلام. باي باي. احنا نهزر ولا ايه؟ يا سمير صباح الفل. يا روقة صباح الفل. من يوم ما بوبا بقى وزير مفيش حد مالي عينه. ده انت اللي مفيش حد مالي عينك. اشوف فيك يوم يا عزيز. عزيز والله خسارة فيك الاسم، انت المفروض كانوا سموك تعيس. انت ناسي يا تعيس انه هيحترف وهيتعاقدوا معاه في نادي تورينتو الايطالي؟ وهيسيبك تهري في نفسك هنا. اهري يا مهري ولا يا مهري. اهري يا مهري. اشاعات. عايز يعمل لنفسه قيمة،
انا مش عارف انتوا بتحبوه على ايه. لعيب ممتاز وحبوب واخلاقه كويسه. ده بقى اللي اخلاقه كويسه. صحيح انت هتحترف في الخارج؟ اه انا هحترف في الخارج، بس انت ايه رايك، انا استاهل ولا ما استاهلش؟ طبعا تستاهل، انت لعيب ما فيش زيك. حقيقي حقيقي تجنن يا سمير. حقيقي ميرسي ميرسي جدا يا جماعه. يعني انت كده خلاص هتسيب النادي؟ انا عمري ما هسيب النادي، حتى لو سافرت واحترفت بره والفلوس جريت في ايدي هرجع اظبط النادي شويه. اهو بان. هو ايه اللي بان؟ انت قصدك ايه؟ لا انا ما اسمحلكش تقول عليا كده. انا سايب لك القعده كلها وماشي، بس قبل ما امشي اقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. يا بخت من قدر وعافي. طيب بالراحه على نفسك شويه، لا يطق لك عرق ولا حاجه. اتفضلي. انا اسفه يا شيرين، انا جيت لك من غير ميعاد بس كان لازم اشوفك. ما تقوليش كده يا دودي، البيت بيتك يا حبيبتي. خير يا دنيا؟ ولادك كويسين وجوزك؟ الحمد لله. ارجوك يا شيري، الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه ده لازم يفضل سر بيننا. سر؟ ايوه. خلاص يا ستي اوعدك. انا كنت موعده صاحبتي عند دكتور امراض نساء، كانت حامل وجالها نزيف وعملت عمليه كورتاج. وبعدين شفت ناني مرات مدحت كانت بتفوق من البنج، وعرفت انها عملت عمليه اجهاض. اجهاض؟ انت متاكده؟ طبعا. انت ما تعرفيش؟ لا ما اعرفش. وعلى فكره دي مش اول مره تعمل كده، هو استاذ مدحت ما يعرفش؟ طبعا لا، دي مصيبه كبيره. وشافتك؟ انا مشيت بسرعه قبل ما تشوفني. انا لازم اقول لمدحت. عارفه يا شيري انا اتخضيت قوي لما شفتها، لاني عارفه متاكده ان مدحت هيتجنن على الولاد. دي مجرمه، اكيد مدحت ما يعرفش حاجه، غشاشه. دي مصيبه كبيره قوي، مصيبه كبيره قوي على مدحت، بس لازم يعرف. شيري انا اسفه اذا كنت ضايقتك، ارجوكي ما تجيبيش سيرتي، انا قصدي خير. انا متاكده يا حبيبتي متاكده، والله كان قلبي حاسس. دي انسانه مش طبيعيه، كل حياتها مصطنعه، وكنت بسكت وبسكت علشان خاطره. ربنا يستر. الف الف حمد لله على سلامتك يا سعاده البيت. البيت نور بوجودك. عارف يا حضره البيت، احنا حياتنا من غيرك كانت عدم، لما حضرتك جيت البيت نور كلوبات. الله يخليك يا سناي، لكن ليه ده كله؟ اوعي يكون خطيبك اتخطف تاني في العراق. مش معقول يا بيه، وما فيش غيره في العراق، كل شويه يخطفوه ولا ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. ايه دي يا سناي؟ شكوى. شكوى ضد مين؟ ضد ولا حد، هي طلب في شكل شكوى. ده مين اللي كاتبها لك؟ اختي. اختي بسم الله ما شاء الله عليها، متعلمه ومتنوره. امال انا بضحي بحياتي يا بيه من اجل مين؟ من اجل اختي. هتاخد الدبلومه السنه دي، وان شاء الله لو جابت مجموع ندخلها كليه التجاره. سنيه شغال. عايزه عليها سنيه وتأمين صحي وفي ايه مستشفى استثماري، وتوعدني حضرتك ان لما انهي الخدمه عندك اخد معاش يعيشني مسطوره. الجزء اللي تحت دول يا بيه اللي ما لهمش لازمه، اللي ما بيعملوش حاجه، اللي انا بعمل كل حاجه، بياخدوا بالدولارات وبياخدوا بالاسترليني، ومن كتر ما بيفيد عليهم يا بيه بيبعتوا كمان بلدهم. لكن انا لما بقبض من حضرتك المرتب قبل ما بطلع من باب الشقه هنا بيكون المرتب بتاعي خلص، وانا عايزه اتجوز واجوز اختي. خلاص خلاص يا سنيه، مش مستاهله كل ده، هزودك. حاضر. إلهي ربنا يكرمك يا بيه ويعلي مراتبك، طول عمرك أمير وطيب، وربنا ينولك اللي ببالك ويرزقك بالذرية الصالحة وتجيب عيال كتير أوي ما تعرف تنايم عيالك فين يا بيه. آمين يا رب العالمين، بس بشرط. ها؟ مش عايز مشاكل لا مع جلدة ولا مع صوفي. يا بيه ده هم اللي مضطهديني يا بيه، أنت ليه وصلك الصورة غلط؟ طب خلاص يا بيه، أنا حضرتك لما تعوز تروح المزرعة بعد كده خدني معاك، ما تسيبنيش معاهم يا بيه، بيضطهدوني زيادة لما تكون حضرتك مش في البيت. خلاص يا سنة، خلي الكلام ده بعدين، يلا روح اعملي فنجان شاي. من عينيا من عينيا. شيري شيري يا حبيبتي، وحشاني. انت والولاد وجوزك ازيكم، عاملين ايه؟ مساء الخير يا مدحت. يا مدحت انت اخويا، وانا عايز اقولك على حاجه بس خايفه لا تزعل. شيري معقول هزعل منك؟ قولي يا حبيبه قلبي، مش هزعل. اتفضلي. ناني اجهضت نفسها عند الدكتور. ايه اللي بتقوليه ده يا شيري؟ انت متاكده من الكلام ده؟ هو بنفسه اللي قالك؟ لا لا لا، دي واحده صاحبتي كانت عند الدكتور وهي اللي شافتها هناك وجت قالت لي. طيب. لا 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 خلاص خلاص يا شيري، خلاص كفايه ارجوكي، خلاص مع السلامه. انت
حقيقة أنا فرحت جدا. ألف مبروك لحضرة النظر. الله يبارك فيك وعقبال خالد إن شاء الله. ألف شكر. حقيقة كنت متردد أكلم حضرتك في موضوع كده، لكن لما خالد كلمني وقال إنه مش نازل مصر خلاص بقى يعني. بس هو حقه يجي عشان يشوفكوا ويطمن عليكوا. الظاهر إنه مش عاوز ينزل مصر. ليه؟ أكيد في سبب. حقيقة أنا لقيت على مكتبه مسودة جواب كان بعته لواحدة بيحبها. وإيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن مستواها أعلى من مستواه، هو حاسس كده. عشان كده هو قرر السفر وهروب يعني. بس خالد إنسان محترم ويشرف أي عيلة. معرفتوش هي مين البنت دي؟ طبعًا عرفنا. هي سمر بنت معالي الوزير. معقول؟ وليه ما قلتليش عشان أتصرف؟ أنت غلطان. ما هنا معرفتش إلا بعد ما سافر. طب ممكن بقى تديني فرصة عشان أكلم سمر وأعرف منها الموضوع بالظبط؟ هي أنا مستغربة ليه خالد ما قالش؟ ما حبش يحرجني وعشان كده هو قرر السفر. أنا بقى متأكدة إنه لو كانت تقدم عشان يخطب سمر وهي موافقة يوسف مش هيرفض أبدا، لأنه بيحترم حرية الاختيار وخصوصا في حاجة مهمة زي الجواز. بس أرجوك لحضرتك لو الموضوع ده هيحرجك ما تكلميش فيه خالص. ما فيش أي إحراج يا أستاذ درويش. لو الولاد يعرفوا احنا بنحبهم قد ايه ما كانش خالد عمل فينا كده وعذبنا بابعاده. ان شاء الله هيرجع بالف سلامه. الحب ده كله تخدعيني انا؟ طب ليه؟ وازاي قلبك طوعك تغشيني؟ خدعك وغشك؟ ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ شيخ حرام عليك، حرام عليك. انت شايفاني هتجنن على حته عيل يشيل اسمي ويملي عليا حياتي؟ حرام عليكي. مدحت انا مش فاهمه حاجه. ولا انا فاهم حاجه. عارفه ليه؟ لان عمري ما كنت اتخيل انك ممكن تكذبي عليا وتعذبيني يا ناني. أرجوك وضح كلامك، أنا مش فاهمة أي حاجة من أسلوبك الغريب ده. حاضر، هوضح كلامي قوي. حاضر. أجهضتي نفسك كم مرة يا مريم؟ قتلتي ولادي كم مرة؟ أقول الكلام. مرة واثنين وثلاثة. عارفة ده اسمه إيه؟ اسمه إجرام. وليه؟ عشان خايفة على قدك النحيل وخصرك الجميل انهم يبوظوا. كذب. الكلام اللي انت بتقوله ده كله كذب. اللي وصل لك الكلام ده انسان كذاب. حد بيحقد عليا وبيغير عليا. اللي حصلت مرة واحدة بس. بس كانت غصب عني، ما كنتش اعرف ان انا حامل، كنت بلف التراك. حصل. حرام عليك بقى، بطلي كده بنتي. ايه ما بتزعقيش بالكلب؟ هتوطي صوتك، الشغالين هيسمعوك. اوطي صوتي؟ الشغالين هيسمعوني؟ هو ده كل اللي يهمك؟ مدحت يا مدحت، انا بحبك يا مدحت. انا عملت كده غصب عني. اسكتي خالص، ما عدتش قادر اسمع صوتك. اسكتي خالص. انا عايز اعرف مين الكلب اللي عايز يبوظ حياتنا وحبنا. حياتنا وحبنا مش اتضح يا مدام انهم كانوا اهل؟ رايح مطرح ما انا رايح، ما عادش حقك من الدقيقة تسألين رايح فين وجاي منين، مفهوم؟ لا مش هسيبك تخرج من باب الأوضة. لا يا مدحت، اروح من قدامي. اروح من قدامي خالص يا مدحت. لا اروح من قدامي يا ناني. يا مدحت Thank you.
عندي خبر هاي ليك. في دول وافقت انها ترجع لنا وثائق ومخطوطات كانت اتهربت، وفي دول تانية محتاجة شوية مفاوضات، بس انا مصمم اني ارجع كل الحاجات اللي تاخدت مننا. ده انجاز عظيم يا معالي الوزير، كان حلم بالنسبة لي وبالنسبة لكل المخلصين. ايوه بهيرة. معالي الوزير، بفكر سيادتك بميعاد الجولة. طيب طيب يلا بينا. معقول؟ معقول مدحت يتغير بالشكل ده؟ يسيبني ويمشي بالطريقة دي؟ زي ما يكون بيتلكك لي على أي غلطة. فين راح حبه وحنانه؟ يبقى كلام الدكتور لما حصاني كان صح. ناني، لازم تواجهي نفسك بالحقيقة. انت اللي خدعتي وما قدرتيش حبه واخلاصه ليكي. بس اعمل ايه واروح لمين؟ ده انا ماليش حد، انا اللي ضيعته من ايديا. لا، انا مش ممكن اسيبه. انا هعتذر له وهطلب منه يسامحني ويديني فرصه. يا رب، يا رب انا ضعيفه.